آه دخيلكم لو مكيلاني، ما عندي لا كلوة ولا علوة. كيلاني نمبر وان، مش بس للمكنة، للآلة، للآية. ومعنا نمبر وان وحبتيني بيكون بقلبنا وبروحنا بكرة نفنوفتي. نعم، ومحامي مهم كثير، وبالكويت بدل الكويت تكويني. ما فيني إلكن أحلى ستيكرز وأحلى كلمات، وهو الرغيف تبعي والخبز تبعي. نعم، والعز والخبز إذا معي رغيف منه، وإذا معي أي وآلي منهم اثنيناتهم بيرفعوني لفوق. وهيك بدي يكون حد أي إنسان يلي هن أوشو وأنطون سعادة وجبران كل العلم وبيدوما. هيدي منطقة بلبنان جسديا أمي بيدوما وبي أرمنة. وقت اللي إجوا من المجازر الأرمن قعدوا ببرج حمود، وهن علمون التركي، وبرج حمود علمون العلم والفهم والنباغة والبلاغة. يا حبيبي يا علي، أنا عايش مع اللي عمرهم 3 سنين، ما فيني خبركن، ما بينقال الحقيقة، ما بتنقال، بس فيكن تعيشوها. الحق له جوانح بتطير عند أصحابه. أحلى كتب بالعالم أمريكا عم تحكي فيهم بإيدين. نعم، نفنوختي هيك بالفحل. نديم، شو ما بدي لكم، سمي بكل أحرف النون ميم. كيلاني وهو اثنيناتكم، مشان هيك بحبكم اثنينكم. والإقامة الجسدية بتكون حد أنطون سعادة الطفل والرجال. إجا من البرازيل وكانوا بدهم يضربوه لأنه بيي بدافع عنه، يقول هذا منه صبي ومنه ولد ولا تضربوه. بس زكي وبندوق، بتعرفوا شو معنات البندوق والحربوق؟ جيبه معه بيطلع من رحم أمه وبيه وبيرضع على الجامعة. وفينا انطوى العالم الأكبر. بيي أخذ أنطون سعادة الصغير وطلع ظهور الشوارع. يا منويل، انت طبيب وابنك هون طبيب وكلكم أطباء، شو جاي بتعمل بها الصبي؟ قال لي مش صبي وهي مش غبي، وهيدا نبي فوق الأنبياء كلها. وفينا انطوى مثل ما قال محمد وعلي وبودا وكشنا وفاطمة الزهراء أم أبيها. شو وصيتك يا حبيب قلبي على علي دقيق؟ ما فيني، ما بسترجي أولى شو بيقول للأطفال. كل الكتب يلي عند بيت الله صدقة. إن هو صغير عمره 7 سنين حكي محمد كيلاني، فات ما بقدر لكم وين ومين بيحكيه. أنا بدي أكون بدوما، الدوام بدوما مع أنطون سعادة الطفل والرجال. هو الوحيد اللي بتعرفين له بيرد. قلت له عندي فرش بالبيت عفش كلهم منه، يا بحطهم بدوما أو بشوف شو رح يقول بكرة الصبح. رح يكون بقلبنا كلنا نفنوفتي. بركب بالكويت، تكويني الكويت، أحلى شي بالكويت، يعني مش أمريكا، فوق أمريكا من وراء. بس يفوت على المحكمة كلهم بيشكتوا، بيعرفوا إنه ربح الدعوة. ليش سرق؟ ليش قتل؟ شو السبب؟ صغير. وأنا شفت بيو قديس، قديس بيو معه غليون طيب، وامه ما حدا مثلها. هالنظافه، هالطبخ، هالاكل، ما في نمله بالاكل. شو قال الحبيب؟ هلا ما بقى يقولوا محمد، يقولوا محمد او حبيب. بس تحت السبعه يحكوا مثل ما بدهم. اجت البنت لعند بيها وقالت له بس نروح نحن حفله بارتي، خيي بيعمل هيك بيعمل بيبي وكاكا بفن تحته، نحن بيقولوا فنان يعني بيشخ وبيعمل كاكاوة. ركب لي وحدة مثل خيي يا دادي
وانا ما فيني امسك لك ايدك، انا ايدي صغيره، انت امسك لي ايدي. ان لم تعودوا كالاطفال مش تكونوا. كمال جنبلاط قالوا له شو نكون؟ قال له نكون ونكون. كمال جنبلاط حول العالم اليوم، وانطون سعاده فوق الكل. التاج هو ما استحى، ربع العالم وربع الجسد وربع اربع راس، وهيك بين طلع بين سنين كبيره وكبيره، ما يلاقي لنا شيء في الدور هذا او هيك. يقول له ما وخالي شحالي فيش معروف طبيب جسديا دارس بالجامعه باليسوعيه مدري وين، ما يعطي دواء. يا شحالي بس نشوفك من صح غيروا اكلكم. مرتين بس كانوا يطعمونا سمك بعلم الميكروبيوتكس، علم ابدان واديان ذكر وانثى، بس هالسمك بعيد 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 بي يروح بعيد 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 ويجيب سمك ابيض ما في دم. امي ماتت بال40 42، الاول جابت سل، كان في مرض سل وسكين سين 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 بعدين اجى المرض الاكبر والاكبر، وهلا نجينا من الاعظم. شو بعد في اعظم يا من وين؟ قال له الاعظم الخازوق اللي راح تحطوه بطيسكم بالطيس. هلا هيك هيك يا عزيزي، مين هي زيزا؟ نعم كتبت كتاب انا سفرات كتار، قالوا لي مريم change the title، كان اسمها في الحصر يا عزيزي. بعدين ليش حاكمي العزيز؟ قالوا لي مين هي؟ قلت له الفاتيكان والازهر. شو هالعلم؟ علماءكم شر علماء منكم، تخرج الفتنه واليكم تعود، ما حدا مثل محمد سامحوني. مين اللي قالوا؟ مين حبوا قد ابو بكر؟ ما حدا. خاف ابو بكر من يقتلوا، قال له اللي حمينا فينا ومعنا. من امن بمحمد محمد مات، ومن آمن بالله الله حي. شو يعني مات؟ يعني موتوا قبل أن تموتوا، موت الموت. تيتا نحن لم نخلق ولا من موت، من روح على البيت. بس أنا ما بحب روح على المدرسة يا تيتا، بدي أكتب. أنا أحب المعلمة 50 سطر، ما بحب السطر، أنا ما فيني أكتب على السطر. روح على الكويت لأني بني بأمريكا، فوق أمريكا دغري بياخدني وما بيقول لي شو بدي جيب لي، بفوتني على هالمحل وعلى هالمحل وهالمحل، وانا عشت معه. يا حبيبي عبودة، اذا بودة حكي عن محمد، قال لهم في طائفة حكي عن محمد من 50,000 سنة، هودي احياء عند ربهم يرزقون. فاطميين ما بيحكوا. انا حكيت واحد بالاردن اليوم اسمه خالد، صلح لها الرد، اخذت له مطرح تاني وقال له اعمل هيك هيك، اعمل هيك هيك هيك، تك في بيور وخلص. وكيلاني هون بالكيلو وفوق الكيلو وبالعيله وبدعيله يا حبيبي. خلص امك وبيك، قلت له هاي امك هون، انا نمت ببيته باوضته في استوديو. قال لي ايه، امي بالجسد وامي بالروح، اسمها هولدا كلارك، حطوا هولدا كلارك هي اللي عملت هالمكانات، وبعلمكم محمد كيلاني كيف تعملون. دفع 10,000 دولار واحد هون تعملون وما زبط. كيلاني ب$100 بعلمك كيف تعملها، زابر ماشين سينكروميتر. وهلا يا حبيب قلبي عمره 6 شهور، انا مني اعراش بفسر له لبي والاشارات، هو عم بيرقص ما بيتأكد، هو بيغني صار مثله. ما كان في عند الأرمن واليهود معاقين معافين، روحوا على سوريا على اللاذقية. يا حبيبي أنت محافظ اللاذقية، أنت بقلبي يا ابني يا خي يا روحي. بس هاللي أخطر مرة هلأ مريم نور بالأم العربية وبالعالم بوقع أمريكا. قال أنا بوقع أمريكا إذا فتحت من وحطيت القاعدة على الكرسي، المهم الكرسي، مين بدك أي كرسي؟
زعما فلو من لبنان تكثر لينا فرحتنا وصار فينا نعيش بأمان. يا حبيبي في حرية وين ما كنت نقطوها بس موجود. أنا بحب أطلع مثل العرب سامحوني بحكم بالكويت بكرة يوم السبت الأحد اسمه أحد بيسموا الأولاد أحد بالكويت حكم فاطمة الزهراء فاطمة حميدة وحميد كل أسماء الله الحسنى روحوا على الأردن وشوفوا بس فوتوا بالنفق مش بالنفاق بالوفاق تك 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 كل أسماء الله الحسنى عربي إنجليزي لازم نعرف إنجليزي تيتا هاي لغة الدرهم والدولار والدينار قال اتجوز جحي دفع 10 قروش يا جحي 10 قروش قال له انطر طلاق سريع ده بقول لك تربله بعشره 10 اضعاف احنا عندنا ام العبد وابو العبد بالاردن ما بحس حالي اني بلبنان وين رحت على الكرم وين رحت على المطعم هاي الدوارة اللي هون يا حبيب قلبي خلص بس تعرفت على اهم انسان راحت الهموم والغيوم عرفتني عليهم مثلا عن الحرامية احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي احنا كلن فينا يا حبيبي هالكتاب تكرم عيونكم كلكم تحسين خياط شخصيا هو بيجي لعندكم بيدبدب يا تيتا مثلكم الانسان الجليل The new man مش ميلينيوم يعني هذا خصوصي للفلين وفلين وفلين لا ما حدا سمى كارما إلا هو ما حدا ترك مريم تحكي على المسائل العربية إلا هو ما في عنده لا تحجيم ولا تحصين ولا شيء قال لهم إذا ما بتحكي بنام برمضان بحكي الساعة 4 الصبح هيك ما بعرف كيف بس أنا علي أقعد والشباب كلهم أولادي وأخوتي كلهم اللي ورا الكاميرا كلهم يلي بالتلفزيون ولو بهدلوني أكثريتهم معلش اليوم بهدلوني 2 3 معلش المسبب محبة أعطاني رقم البرنامج 3 0 1 1 3 3 شي هيك ما بعرف بس أنا إلي زمان ما شافوا شي هلأ مني جديد إلا أنه قصيت شعري بقول لهم لا بس مبين أنه مقصوص بقول لهم لا ما أنه مقصوص ما بيشوفوا أنه ما بيرفعوا عيوني يا مريم خبركم 4000 دولار لعويني رحت عند وحدة أرمانية الأرمان عطيتني 6 عويني ب40 دولار بغوص وأنترانيك وأنترانيك نحن بالأرمني ما عندنا ذكر وأنثى في لغة ذكر وأنثى بس يعني هيدي للعلماء والفهمانين ينزومهم ومهمهم عينوهم يعني بتحكي بالجمع مثل القرآن الكريم وهيك خاص بالناس في لغات وهيك كلمات وأسرار كلنا بنحكي ببساطة بروح أنترانيك ورافي رافي وخسروف وهزام ومدري مين وهيك وهيك قال له أنا بدي بخصم مشيني أنترانيك بعدك شاب لا بدك تخصم مشينك أنت قال له أنا هيك بدي أعمل أنا هيك بدي أعمل يعني هيك بدي أعمل ما كان يقتنع هو ناسي طالع جريس انت جريس شو جاي تعملي هون قال له انا جاي اتطهر امان انا هاي كلمة كنت بدها تقول رحت عليه خصية نعم هاي دي اختصاصي قال له سلم لي على اختصاصي انا اللي عندي قلم ملور اول شيء ابدا فايض من غيبه وحايبه اتمهني بيحكي يا حبيبات قلبي شو بيقولوا كلمات معافين مش معاقين روح عند سوق الضيعة وعدوا مع زين أولاد بشار الأسد في قلبي وبيت وخي بيت بصمة أنا بحب سوريا حلب 8 مرات على سوريا حلب قد لبنان يعني لبنان الله الله يا حبيبي على المسيح وعلى الجيل 4 جديد هيك يا حبيبي وطيب ومتوا كلهم أخوة بالنور
كلنا أخوة بالحق، كلنا أخوة بالباطل، كلنا أخوة من الضالين. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، بدي أخبركم في ساعة مثل هاي بس حمرة، عمره 3 سنين هو عملها، بس بأي ساعة هلأ ما بروح أبعث إيميل لحدا أبداً إلا اللي أنتوا، ما بدي أفرض حالي على حدا، بس في كم واحد هن اللي بعلموني وهن وهن، لو ما بعثوا لي إيميل مثل هاي البنت اللي بترقص، يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي كيف بترقص؟ وين العلماء؟ بيا، شو هو بيا؟ بتشوفوه بكيو العالم كله لما شافوا هذا البي اللي علم بنته، ما علمها بإجراء عراجة هيك وأعمى ومدري شو. النوية إنما الأعمال بالنية. يا حبيبي إنت، يا حبيبي إنت، يا كنان، نعم كمال جنبه الشوف بديكم، طوفوا شوف شوفي بالشوف. عندي إخوة بالروح 4 بالشوف، أهلا وسهلا فيكم. شو ما كان المرض، ما صحيته ب8 أيام طعولي راسي، سلام الراسي عراسه. ليش بدنا نفل من لبنان؟ هاي فلة، جيبوا هندبة، ما فيني إلكن بحياتي ما أكلت أطيب منها. يا حبيبي إنت، لا بيلبس كفوف ولا شيء، لا تيتا أنا بدي ألبس كفوف. حط الله بصل، بعدين حط الله دبس رمان، أنا حطيت حامض وبرش حامض. لا هو أطيب مريم، ما قلت أنا بطبخ وين ما رحت عند هالأمراء الملوك والفقراء وكلها والشارع وكل، ما كان عندنا كتب نحن للطبخ. أمي عمتي يا هالأرمن من لي بندو يعني شاطر وفهمين، نعنع بري روح يسلقوا كله. صارت هلا الأشرفية غابت بيتون يا أخو، تركوا الأطفال بلا مدرسة، حطوا هوم سكولين. أرز صدري طابق، ألا صدرك طابق، صدرك بناية. هلأ في كتير ما بندفع ضريبة للدولة، في ناس معك وناس ضدك وناس عم بتساعدنا برا كتير بالمليارات، 10 مليار مثل 10 دولارات عندك. نعمل المدينة الفاضلة في العالم العربي كل شي فيها إلا الميل. حضروا فيديو A Diet for a New America، عشان هيك A New Man، إنسان جديد. هالكلمة حطها تحسين خياط، منين حطيتها أنت يا إرفلود؟ نعم إحنا من الله كلنا، مش من البقرة ولا من السعدين ولا من الحي ولا شيء، من الألوهية، The Godliness. الله خلق هالوجود وهالسجود الموجود والمفعول منك شيء. بعدين شو عمل هي محمد كيلاني؟ قد الفص، تعرف شو معنى الفص؟ الكوهينور الجوهر. 7 سنين كان قالوا له بيو ايه صار فيه، عمره 16 سنة احلى تلفزيون بالاكوان كلها سمارت تي في. انا رحت اشوف واحد سوري هونيك هرب من الجيش من سوريا، صار يهربوا وروحوا من قطاع الجيش، ما بتتعرف شيء وراح اخدمه هونيك. قال لي المسؤول الكبير، انت امي بلا حفيدي، نحن بيعمدونا هون، بيبوس مرته هون، بيبوس ولاده، شو بيعمل بالدايلي؟ الاذان، الصلاه، كلها 5 حدود. يا حرام على هدى كلارك قالنيها عم تنشري الاسلام هلا انت؟ شلونه؟ ظهر اذانه، كل الكلب عم يفتش على ذنبه. موصولين كلنا في تواصل، the godliness، the business. يكون بالسجود الحبيب يجي الحسن والحسين ابطال الدنيا والاخره، وصيتها فاطمه الزهراء يعني في كل لحظة عندها عطر جديد عطر جديد عطر جديد على طول، التجدد التجدد كل يوم. فإذا ما نحكم
انا في حد ناس بدهم يقتلوني. قلت لهم انا بيجي لعندكم هيك بحب موت موت الرحيم وهيدا. ثلاثتهم كلهم انا ساعدتهم وقت اللي جيت، انا الكونيه اللي فينا نجينا من كلمه انا. ما تخافوا الله موجود بكل شيء بكل كلمه. هون بدنا نعمل المدينه الفاضله كل شيء فيها. A Die for a New America، جون روبنز. ومنو بيو؟ باسكن روبنز. قال له لبيو انت حققت حلم امريكا هالبوزة. انا بدي بوزة وبوزة بوزة. طلعت اللي شافها وحبوا وحبوا بعضهم، من اغنى اغنياء العالم، احلى اوتيلات بالعالم. قال لها ما الحرام. وهيك كمان الحبيب محمد اللي حمد في سلطان نختي من خديجه، جيب محمد مكتب لي ادخل آمنة حبل بيا دنس. ما هيك المسيح قال لا أنت أمي ولا أنت بي، هيدا راحة وهيدا مطار. يعني كل العمر بدنا نمطر عليه عهر وطهر. لم تعودوا الأطفال مش تكون. كان في مجلة عندنا في لبنان هلا امبارح عمي مش 20 سنة، بلد للبيع البلد للبيع، كل شيء للبيع. هلا انا من اتباعي بالمبايعه. تتصور انا وياك هلا لا تستخدموا هيدا، انا ما عندي موبايل وهيك، بس تليفون البيت. دخيلك يا انت شو قاعده تعمل هلا؟ انا جاي تخدم الاسلام، ما كان في ولا مسلم بالاشرفيه بكل بيروت. سامحيني سامحيني. طعم 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 عدنان اسمان سمعه مسيح من الأهل. أي كتاب لمريم صدقة لكل العالم، مش للبيع أبدا. مش مريم اللي عم تكتب، ولا مريم اللي عم تقرأ، ولا مريم اللي عم تحكي. يا الله قالت له يا الله شفافي، عملت لهم كتير عمليات تجميل للشفافة، صاروا ما في فرق بين الشفاف والطيز لأنه البواسير. في أطباء بلبنان برج حمود وهونيك وغير مطرح وهيك، هذا طبيب للبوسير، هذا طبيب للمدرش، ولا طبيب للهيك، هذا طبيب للأرمن، هذا الشيعة، هذا للسنة، هذا بس عم نطلع درهم دولار دينار ريال. وين بدنا نروح؟ وين رايح يا بلال؟ ما تألمنا من بلال. بدي الراحة، الراحة للراحة. ضرور بدي نام على فرشة وشرشف وغيره كله حرير. المرتاح الضمير ينام مرتاح المصير مهما كان فقير الغني. طوبى للفقراء، فقراء الدنيا يربحوا الاخره. مش انه ايه انا صار معي مصاري الي ولاولادي ولاحفادي، وبصيد هون وبشتي هون وبعمل هيك هون وكون ومان وكون. سترينج هلا اللي حاكي شاف الشرطه هذا راح بضل الا لمرته روحي نامي ولي امطيز اذا كبيره هيك. وعشان اذا بدي اتحركش فيها قالت له بدي اغسل هالشقفه الشرطه بهالغسالة الطيز الكبيره نقدرني اغسل عيدا. الله بكل شيء هالالوهيه. النكت اللي مالنا جلقها، ما بدي نكت جلقها، بدي نكت مهضومه. كل بلد فيها ام العبد وابو العبد. في أمريكا بنقول بلون وفايضة وهيك، لأنه بتفش الخلق إنك يلي ذكية ومهضومة. ما بدنا كتاب. الكتاب لا تكتب القرآن يا عثمان، يا حبيب قلبي يا محمد. كل من حمد الله إيمانا واحتسابا، كل كلمة فيها حمد وشكر. حميد حميدة كلنا، ما بدك هذا القرآن معلوم والمجهول، الموجود والمفقود. إذا بتفتش على المفقود راح الموجود. جود من الجود، يا جود يا كريم. هلأ عم نسمي أسماء إنه تكون عربية بس تنلفظ بكل اللغات. سماء أقصد مين؟ سماء يعني heaven. سماء سماء اسمي. انا مره
صاحبتي اللبنانية وجوزها من أهم العلماء والأطباء والفهمانين بالأعشاب. ديري أكلنا سمايس مسمى الحي وفسر لنا جوني إنه هيك 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 هيك. سكوت نحن من لبنان. ديري طلب الأمبولانس إجا الإسعاف فحص الدم أن مرض بموت ديري. في الوقت انطرنا جبنا شيء اسمه بقلي أو فرحي وتعلمناها ميتشو بعتني على الهرمي جيبي من عند هالبدو هيك 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 جبته لقيت البدو بأمريكا نفسه كلمات طيبة كلنا فرحي كلنا بقلي ويت ضو حس الدم اللي بتسكروا مستشفيات أمريكا كلها أشواه هيك بلبنان قلت له ايه بكل لبنان وكل البدو قلت له حمد في سلطان مخفي رحنا على المستشفى هوني يا very dangerous خطرة كثير هلا هاي الشقة خطرة كلنا بنسلي شهر ايلول بي بشيل السلو او السيبة كلنا على السطح بنحط المونة بيت المونة يا ميمونة وين المونة؟ ما كان في مفاتيح بدون متى تفتح الباب تعمل إيدك هيك نحطه ماسكة كان الباب دايما مفتوح بعدين حطه ماسكة إجا بي القرد الأرمنة حط مفتيح بعدين الأرمن هون مقبرة الأرمن بي بمقبرة الأرمن وأمي بدومة مطرح ما خلقت جسد فوليد من التراب إلى التراب التواصل بالقصور والفصول دفنوا بيهم مرت سنة اثنين ثلاثة أربعة جا واحد قال وينو بي امبارح فرنيهم ياس هو سميس بس أنا غارزهم يرتم أنا كسريهم كذي أوري هي ما بدي سيس أوري واتش أمريكا روح أمريكا خبرني يعني سكت كلهم قالوا دفعوا لنا $100 عطينا شدة الخليفة صار جيفة هلا برامجنا اوسخ برامج بالأمة العربية قالوا لي عندكم كلها هز يا نواعم خصرك الجليل والجميل والهز وهز وفز وهز 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 يا حبيب قلبي ما بدنا حرب بدنا حب ما بدنا حزب بدنا حب ولا الحب ما نفعتك ما بتضريك وما ضرتك وما نفعتك خذي يا حبي كلنا طلعت البنادول طعم ضغط وجد الحبوب كلها جابت حروب وحروب وحروب وكل حرب أكبر من حرب هيك هيك بده يموت ولد هون عمره 8 أشهر حاملته خادمة ورايحة تطلب الحضانة يشط صحى مات الطب قلت بدي روح أنا أمه حكي هيك عم تعمل مانيكير فينيكير كل عرفت شو صار قالت لي قالوا لي هيك هيك بده يموت لا يموت كبير خليه يموت صغير كفت كانت امي تقص الشعر والضفير تقص كله نحكوا بالارض هلا انا بروح لعند كل الكوافيرز حلاق سموه الحلاق للنسوان وللرجال حلاق كان بي يحلق هيك روح بلم الشعر ورضعي حوله بس يبلش يمد ايده بيشوف خبزة بإيد بي ولا بإيد أمه أو بإيد أي إنسان ما بيعرف هيدا بي هيدا أمي كله أهل وإنسان هيك بحسة بيرجع بتجديد بيمشي هيك على الأربعة وبروح مطرح ما أمه وبي وكله زرعوا شجر تحت هالشعر شجر 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 إذا أنت معك بإيدك خصلي قال محمد هيك شكلي شكلي زرع قبل ما تموت ما منموت يا بيتا منرجع على البيت إحنا لا بنخلق ولا منموت موت الموت فإذا بدنا نرجع ندرس هوم سكولين بتعود 10,000 دولار بالشهر وفي منهم بياخذون وما بيصرفون على حالهم أبدا شوفوا قديش في ناس عايشين حفيانين مثل ما قال المسيح على القليلة 4-5 ساعات بالنهار تحافوا ليش بدي ابني بيوت وصور خلص وين إن الكتب في كتب بلتني أنا حطيتهم راحوا وعدوا مدري وين راحوا بعثتوا كتب حلوة كتير قد ما فيكم قد ما فيكم بعثوا لي وببعث لكم هالكتب
كتب صغيرة هاي ومحطوطة على هالمواقع، بيت الله، بيت الإنسان، بيت النور. بعثوا لمريم، أت مريم نور دوتكم. مش ضدكم أنا، مع هالسياسيين كلهم يا حرام، سياسي ونجاسي ودنيسي، خلص ما بقبلنا. أوسخ مهنة، بس طلع مصاري كتير، صار تحترموا الناس لأنه قدامه سيارات ورا سيارات. يا جلالة الملك، لين إحنا الحمار مش كل جلالة، ما من إنه جلالة الحمار. وحين الجزدين $25,000 الأم العربية. يا حبيب قلبي يا مروان، عراسي أنت إجراك ابنه لحاكم دبي الإمارات شي هيك ياخذ حصته. كيف بس هي امه اجنبيه، وهذا امه كمان لبنانيه، وهذا امه هيك، وده ما بيحترموا الام بالاسلام. امك ثم امك ثم امك ثم امك. طيب وضعنا حسن، هي اللي خلفتها، مين خلف المسيح؟ ما بدها احترام، احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، معه مصاري كل الناس بتحترمه. شفتي هالبرج كله لإله، شفتي هاي لإله، شفتي هاي شفتي هاي. روح شو ما بدك اعمل، انا بدي مصاري وانت روح وانتح اللي بدك اياه. وكتب مريم باب النكاح او خفايا الاسرار، شي 100 كتاب بالعربي. يا حبيب قلبي في ناس بلشوا يقروا كتب لمريم او شيء يسمعوها. تروح على صفيطة بسوريا، قالوا لا تحكي عن صفيطة، الرجال كلها بتطلع نسوانها. منا حلوة جميلة فيها مناخ. آخ لوين رايح يا رباح؟ رايح تربح حالك، كيف الحال؟ أحلى الأحوال. هاي كتب صغيرة هاي كنا بيحكوها وأنا بكتبها. صلى في السواي يعني بقول لهم بغير من الكاسي حتى هيك كذبة باي باي يعني. لأنه اللي بدهم يقرون كمان بدهم يغيروا الكلمات، بس لما بحكي لا هيك فل. يا الله نسيت لو جبتها، نسيت لو جبتها معي، نسيت لو جبتها معي. شو هي ما بعرف. شوفوا واحد اسمه ماهر بابا، 3000 سنة عمره، أنا عشتهم لا بيأكل لا بيشرب لا 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 أبدا أبدا. يا الله يا الله. ونادر خليلي وخليل نادر، هم اثنين من أهم الناس بالعالم كمان، وفينا انطوى العالم والأكبر كل العوالم الحية فينا. يا ما بعرف ما بعرف شو بدي أعمل. يا الله يا الله هون في كتبك. هذا ابن عمي اسمه بدريكي غيان، لحوه هون بلبنان، بيو بيو أخوة وبيقرأ عربي، عمل أسرار عن الإسلام ما حدا عملها أبداً. حي هون. وبعدين في واحد تاني وما راح لكم شو اسمه كمان مننا، رجع لبنان طابت له طابت له طابت له له. قلت له مرته ونحن على السطح، قلت له لا ما فيني عيش انا على السطح، قال رجع على امريكا، هوني دوله بتهتم فيكم. هو صار ينام بالشارع، اجوا المسلمين وهيدا ارمني اهتموا فيه، قالوا له أنا شو بتشتغلوا؟ قالوا له شحابي، أنا وقت الشحاب مساعدني. عنده العلم يلي خمس حدود، وبعدين 32 ب 32 64 the right of eight. هلا أنا الساعة 12، هلا الساعة 12 هون، قلت له الساعة 2 بكون عندك بدري يا غيان. صار غير اسم. يعني لازم نحط العلم. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، في واحد هون اشطر منا كلنا في كل شيء، بس صلح لي اشي ما حدا قدر يصلح. محمد وصلح قناوله خش 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 خش، لأنه هيدي مكانة. أنا مني إيلي، أنا إيه خلقني الله بكل عناية،
صرت آلي بخدمة السيارة. قال له هالقد بتحبها لمرتك ولا يعني تفتح لها سيارة وتسكر السيارة؟ قال له لا بخاف تطبشها. طبش شو هاي اللي عم تشرب فيها ماي انك؟ جتي؟ قال له ايه؟ قال له راس. راس مين؟ قال له ما بعرف. انت بتعرف راس بيا؟ بعرفوا يلي مشي الامارات الامه العربيه وهيك والهند وين ما كان. شاف واحد قال له هاتك اشبهنا. انا امير يعني، انا من الحكام. شو يعني بيا كان عنا؟ قال له لا، امي وبيي كانوا عندكم خدام. قال له ليه رحت على الامارات ما معك الا قرش انت ولا مرتك؟ منين جبت هالثروه؟ قال له شلنا ايدنا من قدام ومن ورا. الوحش اشتغل شغلته. بس اجى الدولار يا اخوي، انا في شخص هون بحياتي عنده محل 1 دولار بامريكا بكل شارع. الي صياح يا حبيبي، انا ما في نيئه مثله. خلص 800 فوق البحر مناخ، وانا بجي بطبخ. بدك تاكل يلي من الجنايني. هلا كتار عم بيروحوا على ارمينيا، 1000 دولار بالسنه بتأديك، وعندك بيت وعندك ارض وعندك سبيعه وعندك كل الحيوانات. الغني بيقعد بيريفون، الباقي كلهم بيروحوا على الجبال. واللغة الأرمنية غنية، بالجميع بالفرد بالإشارة. إن الإشارة هي الحوار، والإشارة والإشارة إجت لصاحبها. الصاحب تصحى، كلنا أخو النور، كلنا أخو الشر، كلنا أخو الخير. ليش؟ تحت كل شعرة في تتواصل مع بعضهم، بتواصلوا مع بعضهم وخلص مثل حمامة دوش دوش. مسك 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 تطلع لبس كملها مثل محمد كيلان بتشوفوه معي. فيك تلبس شورت، بس الشورت مش مثل الشورت تبع البنات هون باين. هيدا من الكبد اجا هالفلت. كانت بنته فلتة، صارت فلتة. المدارس كلها عم تتسكر، المطبات المكبات الاشارات كلها. يا عيب شلون تروح من بيروت على الهرمي ما كان في ولا اشارة؟ كل اشارة اشارة. هيدا ببيع هيدا ببيع هيك، هيدا ببيع. هلا بتشوف حد محطات البنز الكلمات كلها من الصين. واحد فتح مطعم قال له خيي هون حطت بنزين وهيك وهيك، كلهم بيجوا لهون. يا خيي انت هالموسيقى اللي حاططها بالسياره كلهم حاطين هيك موسيقى وهيك. يا خيي بيموتوا، كلهم بيموتوا يموتوا. هلا هيك بتعرف يلي بده يوصل جاب 3 بني. شو هو بتطلبه بالعرض؟ زيدة. واحد في شعر واحد ما في شعر. زيدة انت الثالثة. أخذ واحد اللي واحد للبوس. ولا ايه؟ بحطها على الفرشة وبجيبها على الشاشة وبتحكي على الشاشة. لازم يكون التخت كله هيك قطن. شو بتحط بالراحة؟ كيف بدك تبكي؟ هيا قطن. بننام على بتحط رمل مشي حافي، ما في حبة رمل مثل الثاني. شو بعرفك انت الله؟ شعرة في حبة رمل ما في صوت. هيك السر بالصوت. احنا نفيد
والأعظم والأكبر. إن شاء الله الكتاب الجديد اللي بدهم يكتبوه الصغار والكبار والشجر والطير العصفور العروس وبني معبود وبني مجنون كده لسان الجديد. كل لحظة كل لحظة فيها يقظة. استنى أبدا هالأمراض اللي عم تزداد بسرعة 7 8 أيام يروح في النار. أنا رح أرجع يوم ما صدقوا خلال أسبوع كنت ألبس تعب عالي عم ينتشر هالعلم مش على الطاولة. حدا ساعدك مثلي ما رح صديك. احترموا كل إنسان هوموسيكشواليتي اللوطية والبنات مع البنات والشباب مع الشباب بيرث كنترول طبيعي. ما بقاش منا الأرض جسمي ما بيحمل 2000 كيلو. كل الولاد ولادها كل النسوان كل الرجال لإلها. اشتغل مع مين ما بدك اعمل وظيفة اعمل شغل طلع مصاري. لو فقر الرجل اللي قتلته وفقر المال وفقر الصحة وفقر الأخلاق كل الفقر كيف عم نستخدمه؟ قال له مين هالبقرة؟ قال له إلي أنا صاحب البقرة. فلتت شو؟ فلتت تركت وراها. مين حكمنا؟ 20 دولار دينار الأمراض الجهل يا حبيبي الإنسان عدوك يجب ما تضعفي بدي انضف ما بدي اضعف. شي 300 كيلو امبارح رحت شفت عم تعمل مانيكير بيديكير. شو شاطرين اللي عم بيعملوا هالمانيكير وبيديكير ثمانينات ما بيعملوا شعر ما بيعملوا شو شاطرين هون عندنا بالحي اسالوني شو الخاص بدي يعني تدفعي 60 دولار حد حد حليل عنده 19. في واحد هون وبدي سميه واسمه حنا عمر متر تحت وبيبيع بوزة قالوا له من قبل هالمادة أرسنيك وغيره 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 بالبوزة. قال لهم هاي بيي لأن أمي بعدها طيبة هيك بيي هون بأمي هاي وصي ما بحطه مواد أبدا. هو ابنه عنده ضمان من الدولة كان مهم كثير بالجيش في الطرف مدري بشو بتاكلوا أنواع كثير من البوزة بيعطيكم من هاي اللي بتحطوا فيها من البوزة بسكوت. أنا ما بحب بسكوت بس بيحطوا بعلب زيت بسكوت علب وضع زيت بحط لك هيدي عفستو هيدي لوز هيدي جوز هيدي قمر الدين هيدي هيك هيدي حبة نسك يا حبيب قلبي. قديه بتدفعي لي اذا ساعد قديش انت بتستاهلي حبة نسك اكنه بس هلا ضلك تاكل خيار تشبعت فوسة ما بقى له طعمه كله رش ودش ووش ورش ورش. يا حبيبي بدنا نعمل بيت السلام اهلا وسهلا. نحن كان عندنا عن نيو تي في واحد يرقص مش عراش بيرقص طويل بيرق قال له مصعب انصنصير. انا اللي ساعدني هو الوحيد اللي مريم عدنان تلفزيون الجديد اي ساعه اللي بتلف وين بنعمي هونيك صيدة وسكن بي ماشي بي أخذنا ماشي 4 أولاد حتفردوا هناك ما بعرف كيف تمشي ما حاسين إنه عم نمشي الأولاد ما بتحسوا ونقول امبارح أكلوا امبارح نمت بس بدهم يلعبوا ما بيحسوا. أنا قاعدة بالكتاب 4 5 ما بنام ما بعرف كيف
أبدا، ودعكم بهالوداع بخطة الوداع، بديكم في جميعها. روسيا هيدي مش هي الحيل، نحن حلو إذا جوعان الجوع بياكل، نعس بينام يرتاح، نفحة جسدية 99 جسدين وملفين وبلا أخلاق وهيك وهيك صاروا شرائين شرمان. شعري معك بدي مرة في عمري تقريبا أصغر شوي، أنا 85 ما بعرف الدواء من عمري 10 سنة تهاجم الولد. بعدين تعرفت على مختص صدر سميني مريم نور. تعرف اسمه وين عبهم أشهر أشهر مني ما بدي دايم بدون ما تعيش مع بنتين حبيت بالرفيق هيك جميع أنا بيبي منه مسك ولا أنا مرة هيك جميع عم بغني بالرفيق ولا حد منه بس بالله عم بغني بصوتي غني لي غني لي غني لي لي sing for me, sing for me. I love your song. نور صافي اعتذر. ابن عند الطيارة. رجع. على كل سر هالمرة. كل النوكي وشو عن شو صافية. حسني هودي قطعني بس عرب ومسلمين هودي نسيت حتى للناس وبعدين بنحترم الحيوانات شو هالكذبة هاي هيدا انسان وهيدا انسان وهيدا انسان بس يعاش مع الحيوانات ما بياكلوا بعضه شفتوا كيف بيساعدوا بعضه فاذا بدنا جميع بكل بلد بلش بلم الأرض موجود كل شيء متوفر ماديا معنويا بس عم نفكر إنسان نعم يلي هو إنسان إنسان الله نعم بالجسد وبالجهد ومن وين يعني.